مرحبا بمستمعي حياة فام، إذاعة حياة فام، وكل عاملين بإذاعة حياة فام. الحملة هذه الحملة توعوية تحسيسية تندرج ضمن معناها فعاليات القرية الوردية لتقصي مرضان سرطان الثدي. الحملة هذه هي حملة تحسيسية توعوية معناها تنظمها مدرسة علوم التمريض بالقيروان بالشراكة مع العديد من الشركاء، مع قسم الجامعي للتوليد وأمراض النساء، مع جمعية تونسية للقابلات، مع المندوبية الجهوية للتعليم، مع الشركة الجهوية للنقل، مع المجتمع المدني جمعية الأغالبة فسقية الأغالبة، ومع جمعية الكشافة المنظمة معناها الوطنية للكشافة. هي حملة تحسيسية دوم معناها يوم مفتوح، انطلاقا من 9 صباحا إلى حدود الساعة 6 مساء. في إطار التقصي من سرطان الثدي دأبت لدى وزارة الصحة لتنظيم شهر أكتوبر الوردي كل عام. شهر أكتوبر الوردي هو أساسه لتقصي سرطان الثدي المبكر، كذلك لعمليات نقوم بعمليات تحسيسية حتى تكون المرأة معنا تفيق بالسرطان هذه على بكري، تحت شعار كل ما تفيق به بكري كل ما يكون إشفاك أسهل. اليوم لدى مدرسة التمريض بالتعاون مع الإدارة الجهوية ومع قسم الأمراض النساء بالمستشفى الجامعي قمنا اليوم بقرية وردية ثانية لتقصي كذلك لتقصي وسرطان الثدي، وعملية كذلك تكون عملية تحسيسية للنساء، حتى كما نعرف نحن العام الفارط لاحظنا أن عدد سرطان الثدي قاعد يتكاثر. 2022 قرابة 4000 حالة، وهذا يعني ينتج عنه يلزمنا نحن نتحرك، ومش كان نتحركها في شهر أكتوبر، يلزم في كامل العام الإطار الطبي والشبه الطبي يخدم على التقصي المبكر لسرطان الثدي حتى نتجنب موتى النساء متاعنا من اللي هم أمهاتنا واللي هم أخواتنا واللي هم زوجاتنا، وهذا معنا واجبنا. ونحن اليوم كتشوف الإطارات الطبية والشبه الطبية من القوابل والبيرسونيل زانفيرميه متجندين اليوم لهذا اليوم، ونحن نطلب من الناس الكل النساء الكل باش تجي تقبل اليوم على هالعيادات هذه. الحياة فهم زهرة الحياة.